هايله من اول بطوله الدوري. زي ما احنا شايفين دلوقتي جدول المسابقه معانا في المنافسه او في الصداره، هتلاقي انبي والاهلي. السنه دي الاهلي بينافس وبقوه، فريق انبي لعب 6 مباريات 18 نقطه، الاهلي لعب 6 مباريات 16 نقطه، تعادل في مباراه كانت امام نادي الزمالك في 100 عقبه عشان بس الامور الدواعي الامنيه. النهارده النادي الاهلي بيلعب مع الزمالك وفي 100 عقبه ومفيش دواعي امنيه. وادي دجله في المركز الثالث رصيد 12 نقطة، الزمالك في المركز الرابع رصيد 11 نقطة، بيراميدز في المركز الخامس، مصر المقاصة السادس، السابع سموحة، نتاج الحربي في المركز الثامن، مولين عرب في التاسع، الإسماعيلي العاشر، الجونة 11، حرس الحدود 12، طنطا 13، طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، أسوان. جدول شكله حلو، كل الفرق لعبة 6 مباريات، ممكن فرقة لعبة 5 مباريات، ده علشان النهاردة في فرق بتبقى باي، فرق ما اشتركتش أو انسحبت، فرق انسحبت من بطولة الجمهورية.